طيب أستاذ أحمد، كيف يمكن لنا أن تكون لنا ردة فعل تجاه مثل هذه الأفعال؟ يعني إزالة تطبيق القرآن الكريم من متجر أبل في الصين بفرض قطعا من السلطات الصينية، كيف يمكن لنا أن نواجه مثل هذه القرارات وتكون لنا شوكة في حلقة السلطات الصينية تجبرهم على العدول عن مثل هذه الأفعال؟ طبعا يعني ردات الفعل يعني لابد ان يعني تكون على كل واحد على مستواه، الشعوب لها المفروض ان تكون لها رده فعل، الحكومات يجب ان تكون لها رده فعل. الحكومات يجب ان تكون لها رده فعل، يعني لا احنا كشعوب كما قلت لحضرتك استاذ علاء، هؤلاء هذه الصين اكثر استثماراتها وبضائعها تباع في الدول العربيه والاسلاميه. أليس ذلك كذلك؟ نعم. فإذا إذا فعلا تم الإعلان عن مقاطعة حقيقية للمنتجات الصينية، إحنا مش هنموت. يعني إحنا مش هنموت لما نقاطع المنتجات الصينية. يعني هم ما بيصدروش لنا الأكل والشرب بس، لكن بيصدروا كلها مواد، حاجات إلكترونية، بلاستيكات، ألعاب، حاجات يعني نستطيع أن نستغني عنها. ونستطيع أن نوجد البديل. فطبعا لو تم اعلان المقاطعه الحقيقيه لهم سيرتدعوا، هيخافوا، وعلى الحكومات كذلك ان هي تقرر سحب تجميد العلاقات السياسيه، سحب السفراء وما الى ذلك. يعني يكون لازم يكون في رد فعل. ربنا سبحانه وتعالى ان الله يذر الحق ليبتلي غيره الناس عليه، فان لم يغاروا عليه غار هو عليه. ربنا سبحانه وتعالى هذه الأفعال هي اختبار للمسلمين، اختبار لينا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يشوف كيف هتكون ردة فعلنا. لما ما يكونش فيه ردة فعل احنا سنبتلى، ولكن ماذا سيفعل؟ يستبدلنا الله بقوم خير منا، وينتصر الله سبحانه وتعالى لدينه على أيديهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هكذا يكون. إذا فشلنا في الاختبار، يعني أخذنا الأمر بسذاجة ولم نتعاطى معه تعاطي إيجابي وننتصر لإخواننا وما إلى ذلك، ربنا سبحانه بالطبع ربنا سبحانه وتعالى سوف يستبدل. هتلاقي فينا ممكن يكون اللي ينتصر لهؤلاء ممكن يكونوا حتى غير مسلمين وغير عرب أو مسلمين من الدول الأوروبية، هم اللي ينتصروا، وإحنا كعرب خلاص، فربنا سبحانه وتعالى يستبدلنا بأقوام آخرين ولا يكون أمثال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا.